المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله حسب تعليمك الإلهي لنضمد ونشفي بقدرتك الإلهية الجراح التي منين بها من نزعات الخطيئة، وهب لأخينا أخونا يوسف نعمة التوبة الصادقة والعافية الجسدية، واجعله من خراف الملكوت ليسجد لك أيها الثالوث الأقدس الآن وكل آن وإلى الأبد. آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة عطفك، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي تقرني، لأني أنا عارف بآثامي وخطاياي أمامي في كل حين. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك، ولك يليق المجد يا الله. والإخبرائي لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام لذلك الرفيع الذي اتخذ طبيعتنا وغمر العالم بالمحبة والغفران ودعا الجميع إلى الخلاص، الصالح الذي له المجد والإكرام الآن وكل آن إلى الأبد. آمين. أيها الكنز العظيم الذي يفيض غيوث مراحمه على جميع المحتاجين، ترأف على ابنك هذا الخور يوسف بشفاعة البتول الطاهر وجميع القديسين، لأنه بحاجة إلى صحة النفس والجسد. أنت وحدك الطبيب الشافي الذي دعا الجميع إلى بحر حنانه قائلا: تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون والمثقلون وأنا أريحكم. التفت إليه يا رب، فقد حمل واسمك من مياه المعمودية واغتذى بجسدك ودمك الطاهرين. واجعل صليبك نورا يهديه إلى ميناء الخلاص يا رجاء التائبين ودواء المرضى المتألمين، الذي فتح قلبه للعشارين والخطأ والمصابين بالأمراض المختلفة. بحق صليبك الذي تدفقت منه ينابيع النعم الخلاصية، انضح بندى مراحمك أخانا الكور يوسف، وإذا كان قد خطئ إليك بعقله وقلبه وجسمه، فبالسلطان الذي منحته للرسل والكهنة تعطف وتعالى لمساعدته برحمتك السماوية، فإنك أنت القائل: ما جئت لأدعو الصديقين بل الخطأ. أنت الرحيم الذي أحنى على المرضى والمعذبين، أنت السامري الصالح الذي وهبنا مع الإيمان نعمة مشاركته في الألم، ونرفع إليك معه المجد والشكران بطهارة النفس وقداسة الجسد الآن ودائما إلى الأبد. آمين. لآلام المعذبين،
وسندا للمسنين وأمانا لبيعتك وتمجيدا لاسمك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. قديشات نور قديشات حيكم قديشات نوركم ارحم عليك. قديشات نور قديشات حيكم قديشات نوركم ارحم عليك. قديشات نور قديشات حيكم قديشات نوركم ارحم عليك. أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي الى كتبك المقدسه لك المجد الى الابد. امين. الله يرضاك فيما خصك وهب اشرقت من نقاك الثمره بكر الاب يا ما احلى ذكراك في الافواه سيحت ذراعك ذاك الحميل الأكوان. ربي يا من تقبل قدما خدمة الأبرار يا حنون تقبل واستجبناك القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئة والسامعين وعلى هذه الرتبة المقدسة وهذه العائلة والمجتمعين معنا إلى الأبد. آمين. يا إخوتي، ما دامت لنا هذه الخدمة برحمة من الله لا تضعف عزيمتنا، ولكننا ننبذ الأساليب الخفية المخجلة ولا نسلك طريق المكر ولا نزور كلمة الله، بل إننا بإظهار الحق نظهر أنفسنا تجاه ضمير كل إنسان أمام الله. وإن كان إنجيلنا لا يزال محجوبا، فإنما هو محجوب عن الهالكين غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم لئلا يكسروا ضياء إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا، بل نبشر بيسوع المسيح ربا وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع، لأن الله الذي قال ليشرق من الظلمة نور هو الذي أشرق في قلوبنا لنستنير فنعرف مجد الله المتجلي في وجه المسيح وتسبيح لله دائما. هللويا. السلام لجميعكم ومع روحك يا ربنا يسوع المسيح القديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة فالوصي إلى بشارة الحياة والخلاص نفوسنا ارحمنا يا إياكم يا أبناء المعمودية الغافية. قال الرب يسوع: لا أحد يشعل سراجا ويخفيه تحت وعاء أو يضعه تحت سرير، بل يضعه على منارة ليرى الداخلون النور. فما من خفي إلا سيظهر، وما من مكتوم إلا سيعلم ويعلم. تنبهوا إذن كيف تسمعون، لأن من له يعطى ومن ليس له يؤخذ منه ما يظنه له. وأقبلت إليه أمه وإخوته ولم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الجمع، وأخبروه: إن أمك وإخوتك واقفون في الخارج يريدون أن يروك. فأجاب وقال لهم: إن أمي وإخوتي هم هؤلاء الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها حقا. والأمان لجميعكم. المسيح يسوع تسبيح والمجد.
صباح هذا اليوم، يوم عيد ولادة العذراء مريم، ما أحسنها الجمعة هذه حول سر المسحة والذبيحة بطبيعتها. نحن بكل مرة بنلتقي مع بعضنا البعض للاحتفال بسر هو فعل تجديد لمعموديتنا. هيدا هو سبب فرحنا. نحن اليوم اجتمعنا حول خينا الكوري يوسف يلي اعطاه الله مبتغاه وقت اللي قبل سر الكائنات، وكاني من تلك اللحظه قال: ان عيني ابصرتا خلاصك فاطلت يا رب عبدك بسلام. واراد انه نلتقي اليوم وحامل بايمان الصعوبه والمرض، لانه مع يسوع المسيح اشركن بالامه الخلاصيه، فتمم بعيشه ما قاله بولس: اني اكمل في جسدي ما نقص من الام يسوع المسيح. وهيك بيكون عم بيشارك الرب يسوع المسيح، وعم بيكون هو علامه خلاص مش بس لعائلته، لكل المحيط فيه. ما اجملنا نحن اليوم الكهنه مع العائله، وخصوصا كهنه من ضيعتنا يلي نحن اول كهنه شهادته بتاريخها انه نكون عمال ننتقي حتى مع بعضنا البعض نحتفل بسر المسحه هيدي يلي بنريد من خلالها انه اراده ربنا تتم. ومهما كانت اراده الرب هي سبب عزاء لحدودنا جميعا بهالنوايا هيدي بهالايمان هيدا. خي يوسف نحن نشكر ربنا على سر الكهنوت، نشكر ربنا عليك لانه كنت دائما انت المدد قدامنا بحياتك بعملك مع عائلتك، وكأن الله شاء أن تكمل كهنوتك العام بالكهنوت الخاص الذي كنت له خير كريم وخير شاهد. شافي جميع الأمراض وضامد كل الجراح، يا من شفيت المخلعة من سقمه والنازف من ضيقته، بحق نعمتك ومراحمك الغزيرة أرسل الصحة والنشاط إلى ابنك يوسف الدار إليك، وطهر نفسه من الذنوب فتحل عليه يمينك المملوء مراحم وحنانا ومعونا، وتلبسه ثوب القوة والعافية ليسجد لك ويمجدك من الآن وإلى الأبد. آمين. يا سيدة كل باسمك الشفاء وعيد الخير، يا باسمك 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 أيها الأب القدوس أضع يدي على عبدك هذا يوسف، أطلب منك يا رب متوكل على مراحمك الكثيرة أن تحل عليه يدك المملوءة كل إسعار تلك التي وضعها سيدنا يسوع المسيح الوحيد على البرص فتطهر، وعلى الرميان فعاين النور، وعلى المرضى فتقووا، وعلى جميع المصابين بالأسقام فشفوا. أطلب إليك يا رب أن تضع يدك على عبدك هذا يوسف ويلاشي منه الحمى والبرداء والأمراض وكل الأسقام، اشفي وأقم عاجلا هذا المرض المصاب به، ويسبح اسمك واسم ابنك الوحيد واسم روحك القدوس والآن وإلى الأبد. إلى الأبد. أيها الطبيب السماوي للنفوس والأجسام، اشفي بهذه المسحة المقدسة ابنك هذا الكوري يوسف من مرض النفس والجسد، واستقطبه بحنانك ومحبتك، واغفر له كل ذنوبه، وأقمه من سرير الألم بحق ابنك الوحيد سيدنا يسوع المسيح الذي يليق له المجد معك ومروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. من ذنب حمايتك نرتجئ يا مريم.
نلتجئ يا مريم، لا تردي طلبتنا عندنا. العظيم يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. اجل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير الخلاص من أجلنا. نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطبوية والدة الله مريم ومار يوسف البتول ومار مارون ومار جريس شفيع رعيتنا وضيعتنا. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنه هذه الذبيحة أخانا الخوري يوسف نجم عبد الساتر، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. هللويا لوالدة الله الأم العذراء الأنبياء والرسل والشهداء والقدام الكهنة شوق الأبرار كل أولاد البيعة نحيي المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد روحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مصطفى، السلام الأسرى المقدسة من الله. السلام عليكم يا إخوتي كهنة المسيح ويا أيها الحضور الكريم. يعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة طوبى للسعينا إلى السلام، فإنهم فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآن ونعمة الابن الوحيد وشركة حلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك، لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. نشكر رب متعلمين ونسجد له خاشعا. إنه لحق وواجب. إنه لحق وواجب بالقلب والعقل واللسان. نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدس يا من أنت هو الإله الواحد الحق، وفيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى، يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا قائلين قدوس 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 أنت أيها الرب القوي إله الصباوت، السماء والأرض منبثان من مجدك العظيم وشعنا في الأعالي، مبارك الذي أتى وسوف يأتي بالصبر وشعنا في الأعالي. قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلية القداسة، يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئات والضلال. يا ليسون يوم هو دبدم حشودي لما بتحيي زاد الأحمو بدا وقادي شوتو
وبارخ قادش وكسويا بالتلميدة وكدمار سبخوا الملك والخور قلوا الدنيا فوروتي لحلو فيكون وحلو فساقية مترسي ومتيه وصوي وطحوبي والحي دلعو دمزقوا من حمر ومن مايو بارخوا قادش ويا بالتلميذة وكدما سابشتا ومن كل كور هونو دني داو الموتي لذياتي غحداتو دحلو فيكون وحلو فساقيل متشد ومتهيل وصوت حبي والحي دلعو لم علمي وزاد على ذلك هذا الإيضاح قائلا كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موت ودفني وقيامتي حتى مجيء نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاص والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله ولذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناك الخطأ وتحملنا نعمة نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب أشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين يا رب تلقفنا بكل ميراثك وارض هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان يا ليسون كيري يا ليسون كيري يا ليسون فيجعل بحلوله هذا خبز جسد المسيح إلهنا آمين ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا آمين تجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد كن يا رب لبيعتك ولرعاتها حصنا منيعا ضد التعاليم الضالة وعبد آبائنا مار بنديكتوس وغاروما ومار مسرالة بطرس وبطرياركنا المنطب ومار بولس مكرام وسائر الأساقفة المستقيمين رأي لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب يا رب ارحم كن يا رب لفاعل الخير مكافئا وللمكبلين بالضيقات محررا وللمساكين مناجيا وللبائسين والمضيقين والمتعبين مفتقدا نسألك يا رب يا رب كن يا رب صورا حصيرا لكل مدينة بلد يؤمن بك إيمانا قويما ويلجأ إليك نسألك يا رب يا رب ارحم كن يا رب مقويا للذين يلتجئون إلى ذكر أم مسيحك وإلى القديسين الذين أرجوك لسيما مارجريوس وأهلنا وموتانا بنعمتك لخيراتك الأبدية التي أعددتها لنا نسألك يا رب يا رب ارحم
كن يا رب غافلا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد. واذا خلصنا من الخطيئه ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب، عظمت علينا وعلى امواتنا نعمه ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. ارحم اللهم الموتى واغفر خطايانا التي تركناها بمعرفه أهلنا يا رب وأمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة، لكي يمجد بهذا وبكل شيء ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك الحلي الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد، كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. نطلب كلنا بخشوع وافر بواسطة القربان سر الهافر المقدم لله الآب القادر المتمكن حضرا مقربا لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا ونقربها بك يا بك لك المجد الى الابد. افتح يا رب افواهنا وشفاهنا، قدس اجسادنا ونفوسنا، طهر بخورنا وضمائرنا، فنهتف اليك متضرعين يا ابا المراحم ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، اعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ علينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لان لك الملك والقوه والمجد الى ابد الابدين. امين. حول اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا بنعمتك الى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع اليك المجد الان والى الابد. امين. السلام لجميع ومع روحك. احن رؤوسكم امام الله الرؤوف وامام مذبحه الغافل وامام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركه من الرب. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وهديرك، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. أمين. نعمة الثالوث القدس الأزل المتساوي في الجميع معكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك. لينظر كل واحد من الله منا إلى الله بتهيب وخشوع ويسأله الرحمة والحنان. اذكرني يا سيدي متى أتيت في ملكوتك الأقداس القديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب أن تتقدس أجسادنا لجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا لدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. على
Ooh.
Thank you.